اجي نقول لكم، واش ما لاحظتوش بانه فين ما دورنا راسنا كيبانوا لينا الالوان القزحيه فوق لتحت اليمين اليسار وحتى في الرسوم المتحركه؟ اصلا هذا هو الهدف، ولكن لا راه ما يمكنش. المشكل هو انه هادشي ولا غادي وكيتكاثر، والطامة الكبرى أن واحد الجماعة غادي تخرج من الجنب اللي كدعي الإسلام في واحد البلد اللي عاطي وتيدعم الحرية لهذا قوس قزح. علاش هاد الدعم كله؟ وعلاش هاد الأهمية تعطات لهم بين ليلة وضحاها؟ وشنو الهدف من هاد القرار اللي غادي يستفز المسلمين؟ ولكن أهم سؤال هو كيفاش نحافظ على ولدي ولا بنتي ونوجهه وسط هاد الفساد اللي داير بينا؟ سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليك. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه. فيديو الليله قصير جدا ولكن فيه موضوع مهم. حلقه الليله غادي نبسط باش كلشي يفهم. تمجدي الا سمعت هذا الموضوع غادي تفهموا. غير هو خصكم تعرفوا بلي انه من اخطر المواضيع اللي تقدر تدوي عليهم في اليوتيوب ويقدروا يحيدوا لك القناه هو ديال اليوم. ولهذا باش انه يوتيوب ما تحيدش لنا هذا الفيديو بالضبط، فما غاديش نتكلم على، ولكن على قوم سدوم اللي تفكرنا بقوم لوط. لا ما غاديش نعيطوا عليها اللواط كيف بزاف ديال الناس تيقولوا، حيت هذا خطا فادح، لانه اللواط جايه من لوط، وسيدنا لوط هو نبي اللي ما عنده حتى شي دخل في هذا الامر، فالقوم ديالو هو اللي كان. راكم عارفين القصه. انا في حلقه الليله اختاريت انني نوقف باش نهضر لكم في هذا الموضوع لانني متحمسه نقول فيه بزاف الحوايج. بلا ما نطول عليكم اكثر وخلينا ندخل لكم في صلب الموضوع ونقول لكم يلا لنبدا. غادي نبداو هذا الموضوع بعلاش هاد الناس ناشرين هاد الالوان ديالهم فين ما مشينا، في الافلام، في الرسوم المتحركه، وحتى في الالعاب ديال الدراري الصغار. كلنا عندنا تساؤل تاع شكون هاد الناس، وسطروا لي على هاد الناس اللي دايرين هاد المؤامره. هما واحد الناس اللي خانزين فلوس كاينين في امريكان، واللي عندهم افكار اللي هي شاذه، واللي تفرضوها علنا في انهم يستخدموا السلطه الماليه. أيه، وميريكان كيف ما كنعرفوا هي أشهر دولة كتنتج الرسوم المتحركة. فما بين هاد الأثرياء كاين بيتر بافيت وارن بافيت اللي هما مالين هاد المنظمة ديال نوفو اللي كتبرع بالملايين لأعمال الخير. هادشي مزيان، ولكن هاد الأعمال ديال السدومية. غير في نوفمبر 2022 وارن غادي يمول منظمة تخيلوا ب 750 مليون دولار، وتيم جو مول المنظمة نتاع جيل فونديشن اللي كتبرع للسدوميين بواحد المبالغ هي خرافية، من غير المساهمات ديالو السياسية باش يخلي هاد الزواج من نفس الجنس اللي هو قانوني في ولاية مايشوست الأمريكية. أيضا كاين الملياردير جون سترايك واللي هو مول المنظمة ديال أركوس، واللي كتعتبر من أكبر المنظمات اللي كتدعم السدومية. هاد الأسماء كامل ملي تنقول لكم يمكن لكم تبحثوا عليهم وغادي تلقاو بلي راه صحيح. فسترايك غادي يمول واحد المنظمة ديالو بكثر من 509 مليون دولار، أيه نص مليار، والمنظمات الآخرين اللي تيمولوا الحملات السياسية اللي كتدعم السدومية. نزيدكم أنه الحكومة الأمريكية اللي كانت من تحت القيادة نتاع أوباما غادي تبرع المنظمة تايدس كدعم السادومية ب 80 مليون دولار. وهذا أوباما باش أنه يبقى في الحكم 4 سنين غادي يطلب واحد المجهود اللي هو ضخم من هاد البليونيرات. داكشي باش أوباما وصل للحكم وغادي يوفي بالوعد ديالو لهاد الناس، وغادي يدعم السادومية مقابل أنهم يوصلوا للحكم. فتخيلوا معايا دابا نتوما هاد الملايين من الدولارات اللي كتصرف على فكرة واحدة بحال هذه، واخا راه فكره اللي هي غبيه. في نظركم واش ما غاديش تولي قويه؟ اكيد اه، اي حاجه كنشوفوها اليوم من السادوميه في الرسوم ولا الافلام ولا اللعاب كيرجع الاصل ديالها لهاد الخنادر، لهادو اللي عندهم الفلوس ولكن ما عندهمش هذا، اللي غادي يخلقوا واحد البروباغندا جديده اللي ما كانش في عقول عباد الله. بفلوسهم غادي يبداو بتغييرات اللي هي سياسيه، فانهم يعطيو الحق في الزواج من نفس الجنس قانونيا، وهنا غادي ينشا واحد الوهم من الشركات ومن عباد الله بلي انه الاغلبيه الساحقه من الشعب راه كيتقبل السادوميه. وهذا الشيء اللي خلى الشركات اللي ما بيناتهم ديال الانيميشن انهم يدعموا السادوميين باش انهم يكسبوا الرضا ديال الاغلبيه الساحقه، واللي هي اصلا ما كايناش، غير يصحاب لهم بلي انه راه كاينه. فهاد الوقيته غادي يساهم الاعلام في انه يضخم هاد الخوف، وغادي ينجحوا في انهم يخوفوا بلاد على قدها من وهم اللي هو ما كاينش منه. كيف قلت لكم بلي انه كيوهموا عباد الله بلي الشعب كله واحد الطبقه منه كبيره اللي هي متقبله لشي سادوميه، ولكن هادشي ما كانش بصح. فهنا الشركات غادي ينوضوا يبداو يطردوا اي واحد ما كيتقبلش او لا كينتقد السادوميين، خوفا من انهم لا يتعرضوا هاد الشركات للالغاء من داك العدد القليل نتاع السادوميين. ولكن بسبب التضخيم الاعلامي غادي يبان بلي هو الاغلبيه الساحقه واللي هو
راه غير واحد الكميه اللي هي قليله جدا. ودليلا على هذا داكشي باش غادي تخسر بعض الشركات بحال الشركه نتاع ديزني اللي كنا كنعرفوها لما بينات الدعم ديالها في الافلام ديالها الجديده اللي كان عند بالها بلي انه غادي تكون ليه مشاهدات مرتفعه واقبال كبير، ولكن غادي تصدموا من الواقع ومن الحساب البنكي ديالهم في الاخير، فاش حتى شي حد ما غادي يقبل لهم دوك الافلام. فاغلبيه الناس في العالم يا ساده يا كرام ما كيتقبلوش سادومين، مسلمين او غير مسلمين. ولكن علاش هادشي كله؟ فالسبب الاول اللي مخلي دوك الاثرياء انهم يروجوا هاد الفكره هي التوجهات الفكريه المنحرفه ديالهم اللي مستعدين باش انهم يحطوا عليها كاع الزباله ديال الفلوس ديالهم باش انها تايد لهم. في نظركم مجتمع على قدو مبني على ذكر وانثى، يجي واحد مكلخ ومتناقض مع راسه تيقول لك انت راك مخالف المجتمع وكتوصفه بالمتخلف وباللي انه الرجل والمراه غير افكار اللي كيزرع المجتمع في عقولنا وباللي داكشي ما منه حتى شي حاجه. يعني ببساطه هذا اللي لبس عليه بغى يفرض الفكره ديالو ودعمها، وجات واحد العقول نتاع الدواب عزكم الله من الشعب وغادي يتبعوه اللي كيدعي بلي انه هي اغلبيه الساحقه واللي ماشي بالصح. وهذا اللي جا دابا كيدعي بلي انه من قوم سدوم طاح في الفخ نتاع دوك اللي عندهم الفلوس ومكلخين، ولا داك القاطع اللي تابع دوك القطعان الاخرين، حيت في الاصل ما كاينش شي حاجه سميتها انا مثلي. كلنا جينا لهاد الحياه من اب وام، يعني بغيتي ولا كرهتي ربي خلق الذكر والانثى ولا جنس ثالث ما بيناتهم. خلينا من هاد الكلام كله واجي دابا نتكلموا على شنو اللي غادي يستفز المسلمين مؤخرا. المانيا تصنفات بلي انها اكثر دوله مصاحبه مع قوس قزح، خصوصا العاصمه ديالها برلين، واللي هنا غادي تنشا فيها كنائس اللي حطوا فيها القساويس ديال القزحيين باش انها تهدم الاستقامه ديال المسيحيين وتخليهم انهم يشوفوا بلي هذا الشيء راه طبيعي. ومن بعد بدات كتنشر هذا السم للمعتقدات الاخرى. المانيا غادي تولي تناشد الدول العربيه الاسلاميه المحافظه باش انها تجرد من العادات ديالها والتقاليد ديالها، واكثر من هذا انها تجرد من الدين ديالها، وغادي تنوض تنسخ واحد القناه اللي هي عربيه واللي كلنا عندنا ولا كلنا فيتنا شفناها اللي هي دي دبليو واللي هي اذاعه صوت المانيا اللي هي اول خطوه باش انها توصل للعرب، وبدات كتنشر فيها القضايا ديال الجنسي ودخل لنا لدماغنا بلي انه الشذوذ هو واحد القضيه اللي هي انسانيه وخاصنا نتقبلوها، حيت دابا حنا راه كاينين في 2023. فهم باليوم بلي انه العرب المسلمين مستحيل انك تدخل لهم للاسلام ديالهم والمقدسات ديالهم ولا تجرأ عليها، والا كيوليو يد واحده وقوه واحده وما تيقدوش عليها. داكشي باش كاين واحد المثال اللي تيقول لك بلي انه باش تدخل شي شخص خاصك تحارب المبادئ ديالو تدريجيا باش يكون لك فريسه سهله وتقنعو بلي انه يلوح كاع الحقائق العلميه والدينيه وتقنعو بلي انت الوحيد اللي عندك الحق تحدد الجنس ديالك. المهم هادشي ما تيدخلوش لنا حنا راسنا، ولكن تيحاولوا دابا يدخلوه لوليداتنا. لكن من الانعدام غادي تبان واحد المنظمه مجهوله اللي تيقولوا بلي انهم هما مسلمين مهاجرين من الدول ديالهم الاسلاميه وجاوا لالمانيا هربانين مناش من الاضطهاد في بلادهم بسبب هاد الميول ديالهم، وغادي يخرجهم منهم واحد الامام ديال المسجد اللي كيزوج الالوان واحد الزواج اللي هو شرعي على حسب الاعتقادات ديالهم، لدرجه انه ولات بعض المساجد تما في المانيا كتحط الدرابو نتاع القزحيين لدعمهم، لدرجه انه هاد الامام الملون غادي يطلع في مؤامرات دينيه مع مسلمين باش انه يقنع الناس ان الاسلام ما مانعش الالوان. هيك اخويا وديك القصه ديال قوم سادوم خرافه ولا من الف ليله وليله؟ في الفتره اللي كان وقع فيها هادشي كله في المانيا السلطات المغربيه غادي تمنع اليهود المغاربه في انهم يبنيو اكبر نصب تذكاري للهولوكوست اللي قريب من مراكش. واللي ما عارفش شنو هي هولوكوست، هو واحد نصب تذكاري للضحايا نتاع المحرقه ديال اليهود اللي دارت في اوروبا بالضبط في المانيا. سبب المنع من السلطات المغربيه هو انه بناء هذا التذكار غادي يكون اختراق خطير للاراضي المغربيه واحتلال ايمن بوجود دوله اللي سميتها اسرائيل. ولكن شكون كان من مورا هذا التمثال في المغرب؟ غيلقاو بلي انه الفكره ما جاتش من عند اليهود المغاربه، ولكن من واحد المنظمه المانيه اللي عندها علاقه بالماسونيه. المهم اجي نرجع بكم لعند السادوميين. دابا غادي دار واحد المنظمه ديال المسلمين المنونين في المانيا وغادي يدير واحد الشعار ديالهم اللي غادي يسميوه الملاذ الجديد لاسلام قوس قزح، وحطوا اهداف لهذه المنظمه اللي ما بينها انهم يبنيو
الكعبة شرف الله قدرها اللي خاصة ديالهم في كاسل في ألمانيا باش ما يضطروش أنهم يمشيوا حتى لبيت الله في السعودية باش أنهم يعتمروا. هاد المكعب اللي داروا كان كيتنفخ بعالم الألوان واللي كان الشكل ديالو مكعب زعما على شكل الكعبة الشريفة لأكيد أنها مبرأة منهم ومحتم الأفعال ديالهم. فمن بعد غادي يديروا فيديو اللي فيه رسالة وينشروا في أنحاء أوروبا بلي أنه هاد الأشخاص اللي ملولين ومهددين بالقتيلة في الدول ديالهم الإسلامية وبلي تدعموا المسلمين الملولين يجيو ينضموا للمنظمة ديالنا. هاد المنظمة مؤخرا بدات كيتوسع صوتها خصوصا في فرنسا مؤخرا بعد المساجد في ألمانيا. واحد المسجد يمكن لكم تقلبوا عليه اللي سميتو ابن رشد اللي من أكبر المساجد تما غادي يعلن على الدعم ديالو للألوان وغادي يعلق الراية ديالهم. واحد من أئمة المسجد فاش جاو استجبوه قال لهم بلي أنه الأطفال المسلمين غادي يكونوا هوموفوبيك يعني يكونوا كيخافوا من القزاحيين وأنهم يتربوا على حكم ديني وتمييز في الألوان حنا ما قابلينش به يعني يربوا وليدات اللي هما قابلين بهذا الشيء. إنها الكارثة. أخيرا هادو غير معلومات خليني من هذا الشيء كامل اللي فيه عرفتوا الأفصل ديالو. كلامي اليوم موجه وبقوة للناس في أوروبا أو للي عايشين في دول غربية. قبل ولادكم ما يدخلوا المدرسة شوفوا البروغرام اللي غادي يقريوه ليه هذيك السنة شنو المواضيع اللي فيه وخذوا الوقت في أنكم تعرفوا شنو ديك المدرسة غادي تصرع في الدماغ ديال وليداتكم لأنهم من هذا الشيء كله ماشي حنا المستهدفين ولكن الجيل الجديد اللي هو وليداتنا وخصوصا وليدات المسلمين. وخا كيفاش استنجنا بلي انه الاغلبيه الساحقه مسلمه وغيرها ما راضياش وما متقبلاش القزاحيه وخا قوس قزاح هو جمال رباني لكن غادي ننسوه فاش انهم زادوا فيه شي الوان باش يولي الشعار ديالهم ويشبه القوس قزاح. اخر نصيحه قبل ما يسالي هذا الفيديو منين ولدك وهو عنده سنتين ذكريه وكبريه بهادشي اللي غادي نقول لك دابا. نعرفوا بلي انه مولانا خلق كل شيء وخلق فيه الذكر والانثى حتى من الشجر خلق فيها الذكر وخلق فيها الانثى حيتاش الدراري غادي يكبروا على هذه الفطره نتاع الذكر ونتاع الانثى وفي هذا السن غادي نجيبوا لهم حيوانات وغادي نوريهم هذا اسد الذكر وهذا الانثى ديالو وغادي نبداو كنتكلموا على الفرق ما بيناتهم بحال الطاووس الفرق ما بينه وما بين الانثى ديالو اللي تيكون الفرق ديالها كيبان حتى في الريش والبقره والدجاجه الى ما اخره. وهنا تنعلموا كنرسخوا الدماغ ديال وليداتنا بلي انه كاينين زوج اجناس فقط وربما في هذه المرحله غيبدا كيسولك شنو هي هذه وهنا فاش يبدا هذا السؤال غادي نبدا كنعرفوا على الاجزاء ديال الجسم ديالو وما نحسوش باللي انه راه كاينه شي حاجه غلط بحال مثلا الا بشويه عندك تنطق بهذه المنطقه بشويه ولا حشومه الى ما اخره باش يكون متصالح مع ذاته ويعرف كل حاجه. وحتى داكشي اللي بغى يجي من العالم الخارجي لدماغه هو غادي يكون ديك الساعه كنتي حميتيه. وفي الاخير تنطلب الله انه يربي لينا اولادنا لانه هذا الزمن ديال الفتن لا اله الا الله خصوصا الناس اللي عايشين في اوروبا الى ما اخره يحسن عوانكم. قولوا لي لتحت كيفاش كديروا مع اولادكم ولا واش بدات عندكم هذه الثقافه في المدارس ولا لا. واخيرا هذا هو كان موضوعنا الليله كنتمنى انه يكون نال اعجابكم وقدرت نوضح لكم بزاف ديال الحوايج اللي ما هماش واضحين. واذا استفدتوا بطبيعه الحال عافاكم خليوا هذا الفيديو ما يتوقفش عندكم اكثر فيديو بغيتو ينتشر مع الاصدقاء ديالكم اقرباء الاحباب كلشي خصو توصلوا هذه التوعيه ويعرفوا العالم اللي ولينا فيه اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.